لقي ما لا يقل عن 80 شخصا مصرعهم في ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية الأمريكيتين بسبب إعصار إيان الذي وصل إلى اليابسة في جنوب غربي فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة الأسبوع الماضي. وتوفي من لا يقل عن 76 شخصا في فلوريدا بسبب إعصار إيان، مع تسجيل 4 وفيات أخرى في ولاية كارولينا الشمالية. دمار واسع النطاق خلفه الإعصار أيان الذي ضرب شرق الولايات المتحدة وخاصة ولايتي فلوريدا وكارولينا الشمالية. وبحسب السلطات المحلية فقد سقط عشرات القتلى جراء الإعصار الذي يعد من بين أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة على الإطلاق. وبدأ سكان فلوريدا الذين يعيشون حالة صدمة اكتشاف الحجم الكامل للدمار، بينما ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأحياء الغارقة على طول ساحل الولاية. ودمر أيان منازل ومطاعم وأعمال تجارية عندما وصل إلى اليابسة كإعصار قوي من الفئة الرابعة. وفي ولاية كارولينا الشمالية أكد مكتب الحاكم مقتل عدد من الأشخاص فضلا عن وقوع دمار كبير نتيجة الإعصار، بينما ما زال أكثر من 45 ألف شخص من دون طاقة في أنحاء كارولينا الشمالية وفيرجينيا. ومر الإعصار أيان في فلوريدا والمحيط الأطلسي قبل أن يصل إلى اليابسة مجددا في الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة على ساحل كارولينا الجنوبية كإعصار من الفئة الأولى مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 140 كيلو متر في الساعة. وتم لاحقا خفض مستواه إلى إعصار ما بعد استوائي قبل أن يتلاشى فوق فيرجينيا، وقبل أن يضرب فلوريدا غرقت كوبا بكاملها في الظلام جراء أيان بعدما دمر شبكة الطاقة بالكامل على الجزيرة.